دراسة أولا كيفية النهوض بالتشغيل داخل جمعيات المجتمع المدني. حاليا الملاحظة أن الجمعيات من حي يعني إذا عدنا الإحصائيات العدد كبير أزيد من 160 ألف جمعية، لكن على مستوى الممارسة نسبة الفعالية محدودة، وأحد الأسباب ترتبط بالموارد البشرية التي تحتاج إلى تأهيل، تحتاج إلى حماية قانونية، تحتاج إلى دعم وإلى تحفيز. ولهذا اللقاء سيعمل على استخراج أهم الخلاصات أو حول الواقع ديال التشغيل الجمعوي. ما هي التحديات؟ لماذا هو متسم بالهشاشة؟ لماذا الموارد البشرية لا تتوفر على التأهيل اللازم؟ لماذا هنالك إشكاليات مرتبطة بنزاعات الشغل وغيرها؟ من أجل بلورة مقترحات عملية كما قلت لي النهوض بالتشغيل الجمعوي حتى لا يكون هشام، توفر على الحماية ويوفر الشغل اللائق والكريم. ثانيا هنالك توجه لإنجاز عدد من الأعمال الكبيرة، مثلا محو الأمية، التعليم الأولي، الرعاية الاجتماعية، خدمات الصحية، التنمية البشرية، كل هذه الأعمال أن تتم بشراكة مع الجمعيات. هذا يقتضي العمل على تعزيز قدرات الفاعلين الجمعوي، وهو أن النجاح في ربح رهانات التنمية يتطلب تعزيز قدرات الفاعلين الجمعوي. وهذا التوجه سيمكن من تعزيز قدرة المجتمع المدني على أن يوفر مناصب شغل. وهنا أذكر مثلا في التجارب في الاتحاد الأوروبي نسبة ديال سوق الشغل على مستوى جمعيات المجتمع المدني هي 10%. 10% من المشتغلين يشتغلون داخل جمعيات المجتمع المدني. احنا التحدي الموجود عندنا اليوم وهو كيف يمكن أن ننتقل لنسبة، لأن في المغرب النسبة لا تتجاوز 1%، وهذا تحدي لأنه 100,000 تقريبا يشتغلون في الجمعيات، وأزيد من نصفهم يتلقون أجور ضعيفة. إذا نحن إزاء تحدي كبير من جهة تطوير قدرة المجتمع المدني على التشغيل وتوفير مناصب شغل وتعزيز جاذبية التشغيل فيه، من جهة تعزيز قدرة المجتمع المدني حتى يتمكن من إنجاح مشاريع الشراكة لخدمة قضايا التنمية في بلدنا، ومن جهة رفع فعالية المجتمع المدني على المستوى الترافعي أو وغيره من المبادرات. Alors oui. Alors j'étais ici pour parler de l'approche européenne en soutien au milieu associatif au Maroc et au Maghreb en général. Nous sommes convaincus que l'emploi associatif est une manière de répondre aux grands défis de l'emploi au sud de la Méditerranée, aux défis aussi surtout de l'emploi des jeunes et en particulier du chômage. On sait presque dans les milieux urbains, il y a environ un jeune sur deux au Maroc qui est au chômage. Il y a besoin urgent de trouver des solutions car on sait que l'emploi est avant tout gage de stabilité, de développement durable. Et le gage de stabilité et de développement durable au Maroc et au Maghreb, c'est la stabilité et le développement durable en Europe en général. L'Europe est aux premières lignes pour soutenir le milieu associatif. Au niveau de l'INDH, on a dédié environ 25 millions d'euros depuis une dizaine d'années à l'initiative marocaine. Ça a permis la création de beaucoup d'associations ici et l'Union européenne a jugé que cette initiative était très satisfaisante. Le secteur agricole en particulier est très très intéressant et demande beaucoup à l'économie sociale. C'est pour ça que l'Union européenne et Gilles Pargneaux vont être en première ligne pour renforcer les relations agricoles entre l'Union européenne et le Maroc. عمرو الشبكي، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة. أعتقد أنه أعمال هذه الندوة على درجة كبيرة من الأهمية، لأنه قضية المجتمع المدني لا تشغل فقط بال المغرب إنما العالم العربي وربما العالم بأسره، قضية مصارعة على كل المستويات. وأعتقد أنه أمر جيد أن يبادر كما هي العادة مركز البحوث والدراسات برئاسة السيد عبد الله سعف، وأيضا بدعم وتعاون من السيد الوزير مصطفى خلفي
الأمريكي على إعمال هذه هذا المؤتمر السنوي، لأننا أمام يعطي مؤشر أن البحوث والعمل الأكاديمي والبحث ليس منفصل عن الفاعلين العموميين والفاعلين السياسيين، وهذه نقطة مهمة نحتاجها في العالم العربي، وهو ما سبق وصفه من قبل بتكسير الفجوة بين الحكومات وبين المثقفين والباحثين وغيرهم. فأعتقد أن هذه الندوة لها بعد هام، بعدين، الأول في مسألة التواصل بين صانعي القرار وبين النخب الأكاديمية والباحثين، والنقطة الثانية هي أو البعد الثاني لا علاقة بأهمية الموضوع نفسه، وهو موضوع المجتمع المدني ودوره، لأنه المجتمع المدني دوره في تصاعد ويحتاج دعم من بيئته المحلية، وأيضا دعم حكومي وبيئة تسهل له العمل وتسهيل أمور في مسألة التشغيل والشراكة مع الدولة وغيرها. نجمة تيفي قريبة منكم، مضوية في عيونكم.